الليمون يعني شجر شلون واحد من العائلة، يعني شجرة الليمون يعني فرد، تعتبرها فرد من فرد العائلة. هسه بداية موسم النمحامض، يعني يبدأ موسم النمحامض شهر التاسع، الثمرة الكبيرة نحوشها والصغير تبغى نعوفها نذبلها سماد ونذبلها دمن لما يكبر حجمها من شهر الواحد إلى شهر يعني يبدأ من 10 11 12 الواحد يبغى النمحامض لما يصير أصفر، بس مرغوب هو السوق بعده أخضر أزرق. وينباع النمحامض من كيلو ماله من 5000 يبدي إلى 2000 دينار، أفضل من هذا المستورد. المستورد ما أبي لا ريحة لا طعم، طعمه حامض يعني، فهذا لا نكهة ولا طعم ولا يعني شلون بالسوق مرغوب عند الناس. هذا النمحامض يحب مداراة، يعني ما يحب اعتراب، وهذا يريد له مداراة، حيل مداراة. واكو بعض هذا مثل اشياء كثير حمل زايد نخلي له دواقير، ويبدا موسم ماله بالشهر التاسع ونحوش النمحامض وتصديره، يعني الدعم للفلاح لحتى نصدر، ما ظل بس نستورد من هذا الشيء الاجنبي والمستورد التركي والغيره.